ضمن الخطط الاستراتيجية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، تواصل وزارة الصحة بعزم حملات الفحص العشوائي عبر الوحدات المتنقلة المجهزة وفق أكثر المعايير الطبية المعتمدة عالميا، حيث يقوم كادر طبي وفني مدرب ومؤهل بزيارات ميدانية لعمل الفحوصات المختبرية العشوائية وأخذ البيانات وتسجيل المعلومات الصحية لكافة المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق البحرين ذات الاكتظاظ السكاني. وأكدت الدكتورة تغريد أجور مسؤولة الوحدات المتنقلة لفيروس كورونا كوفيد-19 أن الهدف من تنظيم حملات الفحص العشوائي هو المساهمة في رصد الحالات القائمة ممن لا تظهر عليهم الأعراض ولا تنطبق عليهم شروط المخالطة في هذه المناطق بهدف سرعة علاجها وبالتالي تعافيها بشكل أسرع، حيث يتم تزويد المواطنين والمقيمين الذين يتم فحصهم بكافة التعليمات والإرشادات التوعوية والوقائية اللازمة. كما تسهم هذه الحملات في رفع التوعية عبر التواصل مع الجمهور والإجابة على استفساراتهم المطروحة، مع التأكيد على ضرورة وأهمية اتباع أبرز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتمثلة في تجنب الاختلاط والالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي باستمرار. كما تقوم الوحدات المتنقلة بالكشف عن أثر المخالطين وتوجيههم لإجراء الفحوصات بأرض المعارض ثم إرسال العينات إلى مختبر الصحة العامة لتحليلها، وبناء على النتائج يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. وأوضحت الدكتورة تغريد أجور بأن الوحدات تقوم يوميا بتنظيم زيارات عشوائية إلى 7 أو 8 مواقع من ضمنها المراكز الصحية والنوادي الرياضية ومختلف الأسواق المحلية، حيث يتراوح عدد الفحوصات في كل موقع ما بين 300 و400 فحص، في حين يتم إجراء فحوصات تتراوح بشكل إجمالي ما بين 2000 و2300 فحص عشوائي يوميا. وأكدت الدكتورة تغريد أجور أن نجاح هذه الجهود الكبيرة والمتميزة يأتي بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للدفاع المدني في ظل تعزيز الجهود المشتركة والمتواصلة في تطهير وتعقيم المناطق وأماكن الزيارات الميدانية، وذلك حفاظا على صحة وسلامة الجميع. لرصد حالات غير مطابقة لشروط المخالطين يواصل الطاقم الصحي بذل جهود كبيرة وبكل وفاء خلال حملات الفحص العشوائي لحصر أعداد المصابين وتقليل نسبهم ضمن أعلى المعايير المتبعة في هذا الشأن. ما شاء الله في إقبال، صار في توعية أكثر حق الناس. قبل يعني كان كل واحد يخاف، بس الحين لا، شوي زيد الأعداد، كذا شخص يسوي التست كذا مرة عشان يطمن على صحته وصحة أهله. أنا أقول لهم لا تخافون، ويعني لازم تسوون التست مو عشانكم أنت وعشان عيالكم، عشان أبهاتكم، عشان أمهاتكم، فلازم تحافظون على سلامتكم. والله يعني نلاحظ إقبال واجد من الناس، حتى بعضهم يجيبون أطفالهم عشان يفحصون، وعندهم يعني واجد وعي وإنهم يبون يكتشفون إذا عندهم الكورونا أو لا. تقوم هذه الوحدات بأكثر من 6 جولات في اليوم تختلف خلالها المحطات لتغطية أكبر مساحة ممكنة في اليوم الواحد، ويستمر العمل على مدار الأسبوع. نشكر الطاقم الطبي وفريق البحرين على جهدهم وفي مساعدة المواطنين وعلى مثابرتهم وفي مواجهة الفيروس كورونا. أولا نشكر فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد، ونشكر الصف الأول من طاقم الطبي على جهودهم اللي يبذلونها باتجاه الديرة، ونشكرهم على الجهود هاي يسوونها. اي هاي شيء جيد ان الناس يفحصون اول باول عشان الحالات تقل في الديرة والمجتمع الحمد لله واعي. تعاون مشهود له خلال هذه الحملة بين مؤسسات المملكة نتج عنه ضمان فحص ما بين 300 و400 شخص للموقع الواحد لضمان سلامة المواطنين والمقيمين والحفاظ على صحة الجميع. شوقي العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.